مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بيت الأمداح. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف ضيف مميز من فرقة مديحية من مدينة الداخلة. ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى هذا الفاصل المديحي، نعود بعده لمواصلة الحوار مع الضيف، فأهلا بكم. بكم مشاهدينا الاعزاء، هم احنا رجعنا باش نواصلوا معكم البرنامج بعد ان استمعنا لهذه المدحه اللي هي رسول الله اسكي عنه مع المبدع والمداح عثمان سيدي هيبه. مرحبا بك عثمان سيدي هيبه. في البدايه نبغاك تعرفنا بنفسك. انا ينقال لي عثمان سيدي هيبه، واحد من عائله ديال سيدي هيبه، ولد شيخنا الشيخ ملعين، لا من عائله شيخنا الشيخ ملعين الشيخ محمد فاضل. وتو سنني الأسرة عندي كاملة مداحة، أسرتي أنا اللي مارق منها العلم، فارق علي العلم مداحة ومسكن في الداخل. زين، السؤال الثاني هو البداية. صراحة نبغى نختار نعرفه بدايتك في ذا المجال اللي ذا هو بدايتك في المدح، كيف 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 جات وكيف كانت البداية، وهل ممكن من تواريخ معناها؟ المهم أن الحمد لله من تقريبا من ذيك 74 الحمد لله اللي أنا في هذا المجال المدح. الحمد لله الناس قابلتوا مثلا اللي تتعبد به، وعندهم ليلة خاصة اللي هي ليلة الجمعة، الناس تجمع عليه كاملة وتمدح رسول الله، ومرتاحة في نفس ذيك الليلة اللي هي ليلة الجمعة بالضبط. تجي الناس كاملة من بلدات بعيد وتجي تجمع وتحضر للمدح والتمرين ذيك الفترة من الليل، وتنصص في الليل والله خالق بعض قاع البعض اللي مثلا يعود يصبح قاع به الصبح اللي. عثمان سيدي هيبة، نختاروك بما انك كنت عايش جيلين مختلفين في المجال اللي هو المدح. عايش الجيل الاول اللي ربما انت له تعود كنت صغير،
ودريكات انت تساير يعني المسار بكونك انت تمدح وماشي على طريق الاولين، مثلا طريق المدح الاولين، نختيرك تعدل لنا يعني مقارنه بين ذاك المدح الاول وذا المدح اللي هو جديد دريك. فعلا المدح الاول كان خاص بنوع عنده ضربه تقليديه الناس متفاهمه فيها كاملة، بعد من جنب البلد اللي انا فيه الناس متفاهمه في اللغه، واي انسان من هذه المداحه لله تمدح يخصه يعود يفصل بين الصوت كل مدحه لغتها خاصه عندها لغه خاصه اللي كانت من الناس في ذاك الفتره من الزمن اللي انا نمارس فيها المدح معاهم عندهم لغه خاصه، ولكن المدح تطور ودخل نطاق الموسيقى وعادت الناس توظفوا في الموسيقى، وما هو الناس كانت عارفته لا على الطبل وتمشي له من البليدات مولي وعد المدح لا على الطبل، ما هي وعدته على الاوتار ولا هي وعدته على هذا الصفة. مشاهدينا الكرام نخليكم على الوصله المديحيه مع ضيفنا عثمان سيدي هيدا. رسول الله ما يقدر، رسول الله ياك الزين، وخلق ليلة عشرة واثنين، المولود وليلة الاثنين، واثنين خلق قامة الاثنين، جات ملوك الله من كبة، جات الكهنة تشبة، قالوا قتلوا ما عاد كبير، نزل يطلعهم تعبة، هو نصر فات المبين، منين اطلع شان وربا، نهضة لوم قريش الفيس، والله اكبر جات من قصده، مخمورة بيها متن الدين، متن الكبر ومتن العلبة، واحمد يا بالكبر Yeah.
عثمان نختار نسولك ضريك عن الوصلات المديحية اللي سمعنا ضريك في من خلال البرنامج من خلال الوصلات. تقد تعطينا الفرق بين الوصلة الأولى، الوصلة المديحية الأولى والثانية اللي هي كانت؟ فعلا قد نعطيه لكم بعد، لأن المدحة ما هي كي الكرزة، لأن المدحة عندها ظهرها ومعها قيفانها، والكرزة متواصلة لأنها مثلا لا كيف نقوله، كيف حد له يشكر حد ويعود والله هذا التهيدين اللي عدلوا هذه الشعارة اللي يجوا للمناسبات ويقبلوا يعدلوا نظموا يشكروا به ذيك القبائل اللي ذكماها. كذلك الكرزة هي نفس الطريقة ولكنها متواصلة، ما عندها لا لوقتها اللي خاصة بها، ولكنها متواصلة كاملة مترتبة. في الختام عثمان نبغي نسولك عن هذا المدح اللي كانكم طورتوا فيه شي انتم اساسا منين جبرتوه على يمه الاول. انا شخصيا السؤال اللي مثلا وجهتني، انا عرفته بلوقة، وذيك اللوقة هي اللي في راسي وهي اللي نستعمل، لانها هي اللوقة بداية اللي عرفت، ولكنه عدت نشارك مع الناس بذا اللي نسمع عندهم، لأن الإنسان من يفوت يحسب راسه على أنه فنان في مسؤولية، لأنه يخصه مثلاً لا أسمع عند الإنسان ثاني لحن يقد يقبض ذاك اللحن اللي يقول ذاك الإنسان، لأنه هو عنده تجربة يقد يقبض ذاك اللحن اللي اسمع من مراقبة ذاك الفنان اللي والله بعطاك المدح اللي يمدح رسول يقبضها ويقول معاه من أجل ما يعاقب عليه، والعادي المدح الثاني مو اللي يقدم هو يقبض لوقتها كنت يقبضها، لأن أنا عندي طابع تقليدي ولا ما نبدله، ولكني إذا فرض علي الوقت نبدله مع الناس اللي عاد مثلا عادي المدح مدخل مع الموسيقى والناس مثلا تعملوا بذيك الطريقة بذيك. مشاهدي الأعزاء، في ختام هذا الحوار الشيق مع الضيف عثمان سيدي هيبة لا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم بيت الأمداح. طيب الله أوقاتكم.